أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في الدوري الإيطالي وضمن الجولة العاشرة أهداف بالجملة سجلت في مباريات قوية، حيث فاز المتصدر نابولي على حساب جنوة بثلاثة أهداف الاثنين، كما دك اليوفي شباك مضيف إسبال برباعية، بينما عاد لاتسيو بالفوز من خارج الديار على حساب بولونيا بهدفين مقابل واحد. نابولي يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي في رحلته لجنوة، عنوان الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. أصحاب الأرض دخلوا مبكرا في المباراة بهدف المغربي عادل تعربت عند الدقيقة الرابعة. 10 دقائق كانت كافية لدريس ميرتنز لتعديل النتيجة في الدقيقة 14. نفس اللاعب عاد لوقع الثنائية في الدقيقة 30. نابولي لم يتوقف عند هذا الحد وأضاف الثالث بنيران صديقة عن طريق إيرفين زوكانوفيتش في الدقيقة 60. بعد ذلك تمكن أرمانو إيتسو من تقليص النتيجة للجنوة في الدقيقة 76 من اللقاء. بعد تألقه مع جنوة أعرب المغربي عادل تعربت عن أمله بأن يستدعيه المدرب إيرفين رينار للانضمام لتشكيلة أسود الأطلس للمساهمة في التأهل إلى كأس العالم. كنتمنى خدمت مزيان مع الفرقه ديالي باش نرجع للمنتخب. المنتخب لعب مزيان، دابا بقات واحد الماتش باش نقدروا نتاهلوا لكاس العالم ان شاء الله، وكنتمنى يعيط عليا وخصني انا ديما نخدم كيف كندير. دابا الراس ديالي دابا تعقلت، هزيت شويه ديال العمر، وان شاء الله كنتمنى يعيط لي ونمشيو لكوت ديفوار نديروا نهزوا واحد الريزلتا وان شاء الله نمشيو لكاس العالم.